ما هي الصعوبات اللي بتواجه المسلمين في الغرب، في الغرب يعني في أداء عبادتهم؟ إيه اللي ممكن يقابلوه، أو إيه اللي حضرتك شفته من لقائك بالمغتربين في الغرب؟ إيه يعني شفت إيه؟ هو طبعا هناك بعض الولايات وفي هناك بعض المدن، في بعض الولايات ربما يكون المسجد في حد ذاته صعب إيجاد المسجد، لأن أنت عارف أحيانا في بعض المدن، المدن يعني مترامية الأطراف وواسعة المدى، فعشان الإنسان يتحرك وينتقل لأداء فرض من فروض الله جل وعلا وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، أحيانا يتحرك 45 دقيقة بالسيارة، 45 دقيقة أنت تتحرك من مدينة إلى مدينة في بلادنا، يعني بالضبط كده أما تيجي تحسبها يعني كأنك تأتي من في القاهرة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تحتاج إلى 45 دقيقة، أحيانا تنتقل من مدينة إلى مدينة، يعني بل الانتقال 45 دقيقة تنقلك من مدينة إلى مدينة تتجاوز عددا من المدن فيما بينك وبين بعضها. ده 45 دقيقة لأن الطريق مفتوح كمان، يعني معنى كده كذا ميل، يعني ميلات كتير، أميال كتيرة. ده في بعض الأماكن، هذه صعوبة من الصعوبات. ولكن الأمر الآخر هو أنك أحيانا في كثير، وده الأصل الموجود هنا في داخل هذه البلاد سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في غيرها، قضية أنك لا تشعر أنك يعني إن في وقت الصلاة قد حضر. ولذلك أنا أقول الأخ أنت بتتكلم عن اللي باع الشقة عشان هو جنب المسجد، هذا إنسان طمس الله جل وعلا على قلبه. صحيح. إلا إذا كان بالمناسبة أيضا، إلا إذا كان بالمناسبة، ما إحنا برضو محتاجين إن الأذان ما كان زمان بيعملوا تواشيح وبيعملوا مش عارف قرآن، واللي بيأذن بيؤذن صوت غير جذاب، فقد يكون في نوع من أنواع الإيذاء إذا كان فعلا الميكروفون مصدر بطريقة ما على على مكان ما، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك عدم إيذاء الخلق، فيبقى موضوع الميكروفون موضوع بطريقة يظهر صدى الآذان في أعلى فيسمعه الناس في أدنى دون أن يؤثر على الناس، لأن أيضا القضية إيذاء الخلق هذه قضية ينبغي أن تراعى، بدل ما يبقى الميكروفون متسلط على غرفة معينة أو على شقة معينة بطريقة معينة، لماذا لا يكون هذا الميكروفون أعلى من كل هذه البيوت فيكون الصدى منتشر؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، كونك يا أستاذ وجدي تمشي في الشارع فتسمع الأذان يتردد، هذا صوت وهذا أذان ثاني وهذا أذان ثالث، مسجد رابع، مسجد خامس، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا، فتشعرك دائما بأن فريضة الله قد جاءت وأن وقت الله قد حضر وأن الأذان يعني بين يديه، فتردد مع هذا المؤذن وتكتب هذا الثواب. هذا أمر غير موجود في كثير من الأماكن، وإن وجد فيوجد في بعض المدن في أماكن محدودة، يعني احنا مثلا عندنا في مسجدنا هنا في مسجد دار الدعوة في كوينز في نيويورك، في مدينة نيويورك سمح بذلك في شهر رمضان، وهذا لا بأس به، كان شيئا 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 جيدا وكان شيئا رائعا. فهذه صعوبة من الصعوبات. من ضمن الصعوبات أيضا التي تقابل المسلمين في 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 يعني كأقليات في الغرب هي قضية تصنيف المساجد ووجود بعض المساجد على أساس الانتماءات، سواء كانت الانتماءات انتماءات قطرية أو كانت انتماءات أيديولوجية. فبعض المساجد تعرف بالبلدان، ده مسجد المصريين، ده مسجد اليمنيين، ده مش عارف بتاع التوانسة، ده بتاع المغاربة، ده مش عارف المسجد البوسني، يعني المسجد يعني مثلا أنا الجمعة اللي جاية عندي خطبة في المسجد البوسني، فتلاحظ مش عارف الجمعة الثانية في المسجد الناس في مسجد الإندونيسي. هذه ينبغي أن تذوب هذه الفوارق، هذه الفوارق ينبغي أن تذوب. أحيانا بعضهم أحيانا مش عارف مسجد سلفي، مسجد تبليغي، مسجد مش عارف، هذه أيضا هذه من الصعوبات التي ينبغي أن ينساها الناس وأن يكون انتماؤهم ليس للقطب الذي جاءوا منه وليس لمجرد أيديولوجية محدودة، وإنما ينبغي أن يكون الانتماء لهذا الدين وأن يكون القائد هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. دي يعني بعض الصعوبات. أيضا من ضمن بعض الصعوبات أحيانا قد يكون وجود المسجد في مدينة مزدحمة فتبحث عن مكان مناسب، فقد يكون يعني مرتفع الثمن فيصعب على الناس أن يتخذوا مسجدا فيؤجروا مكانا، قد يكون المكان المستأجر كنيسة من الكنائس أو محل من المحلات أو فيلا. والله حضرت في جنيف كانت فيلا،
يعني رحت خطبت هناك يعني عند ناس عاملين فيلا في جنيف عاملينها مسجد والله يا دكتور أكرم، والناس بتصلي بره كمان يعني، ولو إني ده صعب جدا في الدول الراقية اللي زي دي، لكن شفتها بعيني والله. هذا يحدث إشكالية من ضمن الصعوبات أحيانا أنك لا تجد بعض المواقف التي تسع الناس، تسع 200 و300 و400 فتحدث إشكاليات للناس. هناك أيضا من ضمن الإشكاليات الموجودة والصعوبات التي تواجه الناس خصوصا في صلاة الجمعة، ضيق المساجد بالنسبة للناس، فيضطروا إلى أن يحدثوا جمعة أولى وجمعة ثانية، وفي بعض المساجد جمعة ثالثة، وفي بعض المساجد جمعة رابعة. هناك أيضا إيجاد وقت مناسب للإنسان، لأن ظروف العمل هنا الناس تعمل في يوم الجمعة، ده الأساس، الناس تعمل في يوم الجمعة، والأجازة إما سبت وأحد أو إما أحد فقط، فكيف لهذا الإنسان أن يخرج ليصلي الجمعة؟ لابد أن يستأذن في ساعة الغداء، وساعة الغداء هذه تختلف من مكان إلى مكان، وقد يكون المسجد بعيدا. يعني سبحان الله، كان معي أحد الشباب قبل يومين وأحدثه، صليت الجمعة فاستحى كده، قلت له ما الذي حدث؟ قال والله أنا ذهبت إلى عمل جديد ولا أستطيع أن أذهب. قلت له لماذا؟ قال إني أنا عندي ساعة الغداء هي نصف ساعة والمسجد بعيد، يعني قال لي حتى إذا ذهبت إلى المسجد يعني فلن أستطيع أن أدرك الصلاة. فأحيانا هذه كلها صعوبات موجودة. هناك أيضا صعوبات قلة يعني التمويل لهذه المساجد، لأنه كما تعلم ليس هنا وزارة أوقاف، فالممولون هم الناس، وأحيانا يصعب هذا الأمر عليهم. هناك كثير من هذه الصعوبات. أيضا وجود الأفكار الجيدة عند الناس، هذه أيضا قضية، لأن بعض الناس جايين بنفس الأفكار القديمة التي عاشوا بها في الحي الشعبي وفي القرية وفي النقع وفي الحي، وبعض الناس يعيشون بأفكار قديمة يمكن من القرن الماضي. هذه كلها مشاكل أيضا عند بعض العلماء الذين ما زالوا يعيشون في فقه الأوراق وليس في فقه الواقع. فما أكثر هذه الصعوبات.